احد كبار المراسلين في مصر هديل صقر. اهلا بيك. اهلا بيك يا شيرين، انا مبسوطه قوي ان انا معاكي في قناه الناس وتحديدا برنامج حوا. اهلا بيك. في الاول هديل، ممكن تعرف لنا الاول طبيعه شغل المراسل؟ بصي، هو المراسل من وجهه نظري ده دايما بيبقى جندي مجهول. احنا بتبقى وظيفتنا واضحه جدا ان احنا نطلع المعلومه ونوصلها لفئه كبيره جدا من المشاهدين. انت بتعيشي الحدث، بتبقي عين المشاهد، تغطيه اخباريه كبيره جدا، بتبقى وظيفتك ان انت مثلا تطلعي معلومات هو مش واصله له كامله في تغطيه الخبر. طب انت مش شايفه ان طبيعه شغل المراسل صعبه في الطبيعه على الذكور، فما بالك بقى على الاناث يعني؟ بصي يا شيرين، انا مش بحب ابدا ان انا اقول ذكور واناث، لان احنا بنبقى اتنين زمايل، ولد وبنت، ونازلين نغطي نفس الخبر. وممكن تكون بنت يعني ما شاء الله تطلع بتغطية إخبارية. هو الموضوع كله محتاج مهنية، محتاج شطارة، محتاج تبقي فاهمة يعني إيه السلامة المهنية، مش محتاجة راجل وبنت نهائي. أنا على قناعة تامة إنه ممكن ولد وبنت ينزلوا نفس التغطية. هو كل الموضوع إن ما يبقاش فيه مجازفة، لكن ولد وبنت، وده أنا مش على قناعة. في بنات كتير قوي شاطرة كمراسلات يعني، ومش بقول كده عشان خاطر أنا بنت، ولكن هو الموضوع محتاج أنت تبقي فاهمة سلامتك المهنية تعمليها إزاي، إزاي تغطي الخبر، إزاي تبقي محافظة على نفسك. وأنت اخترتي ليه تحديداً الشغل كمراسلة، مع أن كان ممكن تشتغلي حاجات تانية كتير؟ المراسلة دي حاجة يعني من أكتر الحاجات السامية اللي الواحد ممكن يعملها في حياته، لأن هي أولاً بيبقى فيها خطورة كبيرة جداً. أنا بحب قوي المجازفة. رقم اتنين، انا ما كنتش حابه ان انا ابقى في استوديو واقرا من اوتو كيو والموضوع يبقى سهل قوي كده وبسيط. الموضوع بيبقى فيه مغامره، بيبقى فيه انت شايفه الحاجه بعينيكي. طب ابتدى معاكي الشغل ده او طبيعه الشغل ده ازاي؟ انا كنت اذاعه وتلفزيون رئيسي في كليه الاعلام، والقسم الفرعي كان صحافه. بدا الموضوع عن طريق الدكاتره، انه انا كنت بجيب امتياز في التقديم والالقاء، واللغه عندي شويه فيها يعني تبقى فيها قويه. فكان في دكتور وائل انديل من اكتر الناس اللي انا قوي يعني بحترمه، وليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. فكان قال لي انت لازم تنزلي تدريب، ولازم تبداي تشوفي ايه الوضع بقى، لانه انا شايف ان ما شاء الله مثلا انت عندك حاجه لازم تشتغلي عليها. فكان الدعم من قبل الدكاتره بتوعي في الجامعه، وبدات فعلا بالتدريب في التلفزيون المصري.